أما بريطانيا وكعادتنا وديدننا فإننا ندين العملية الإرهابية الإجرامية التي استهدفت المدنيين في مانشستر، وهي تحمل هوية صاحبها الدموية، ولا يتحمل مسؤوليتها الإسلام والمسلمون لأنهم براء من هذا الإجرام وسفك الدماء وترهيب الناس الأبرياء. وعلى القادة السياسيين ووسائل الإعلام في الغرب أن يبرزوا الوجه الحضاري المشرق للإسلام في سماحته ورحمته وعدله، وللمسلمين في حسن معاملتهم ومشاركتهم الطيبة في بناء المجتمعات التي حلوا فيها، لأنهم باتوا جزءاً من نسيجها الاجتماعي، وأن يؤكدوا على ضرورة احترام التعددية الثقافية واحترام الآخر، بدل التركيز على مهاجمة الإسلام والمسلمين ونشر الخوف منهم في نفوس المواطنين، مما يؤدي إلى زعزعة السلم الاجتماعي وزرع الشقاق والخلاف والعداوة بين مكونات الوطن الواحد.